الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا وأن تبادر أنت بقولك عليه الصلاة والسلام. قال: بأبي وأمي، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. وقال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليها بها عشر مرات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.